يقول لك يبيع القد يكتب كيعجبني اللعب ديال الزموري كيسالني دغيا بالربح ولا بالخساره عندي هادي و تديك الساعه على قيد هذا اللي قال هادي الساعه صدع وباش هاد الحد لا تجلو بالليل المهم جاب عنده الشرب القطع تبارك الله دا صعيبه كانت انا صغيري خلص السبع كاين شي حاجة نمشيو ليها لا صافي انا مشاشي بان ما يكونش شغل راه تاقل لك ديرها انا عرفتي بها ما سعيد والله حتى الشتاه هي اللي ولات ديت عيني معاها البلاصة خاوية لا الاساطير كتعلم جا ريستورا جا يا مالكا خليك تنبش الاساطير قبل ما تمشي ريستورا ريستورا الماكلة ياكل مع الله عقل شي حاجة هو كيتحمل ما كاينش والله هذيك هي اللي ولا لي الشوش ما بجرعه هذيك هي اللي ولا شفتها انا فبويزه ديما كنلقى خبويزه له تفرشي خبويزه الليره هو اللي معلم ها شي ناس ما كان انا انت تنبغي انت تما شي حاجه ثاني شنو 10 هذه ايوا ولا 3 هي كطمعني ياك سيدي اللي كطمعني خليني خليني من عندك الصلاة زورا الشهادة
الصلاة الزكاة الصيام الحج هادو أركان الإسلام إذا حيدتي وحدة الحج وحدهم الصلاة الشهادة الصلاة الزكاة الصلاة وقرون مع الزكاة يعني اللي خصصلي وما زكيتي شيء ما عندك صلاة عام مليون دفرانك ودور العام عندك محطوطه ما خرجش من العشار العشار ديالو ولا حرام وبحال بحال مأمنش بالله ماشي ولا حرام انت ما مأمنش بالله كيكون بعد نبضايا ديما كيخصها يغلب واحد ياك اللي كيكون فايق اللي كيكون فايق كيغلب واحد فايق كيغلب واحد دابا راه فايق جاب واحد جاب واحد بينا كان ضايع ما كيجيب حتى واحد ما راجل الله سبحانه وتعالى كيكون فايح كيجيبوها السبب تشتا هادشي اللي السبب تشتا شنو هو؟ هو الزكاة لا خرج من الزكاة الناس اللي من فوق اللي مزكي خرجوا طحش سيم بالله طحش شحال قايضة هذا جوج ثلاثة معروفة الناس حق عليهم الزكاة ما كيخرجوهاش المجرم هو اللي جبر يسرق باش يخرج الزكاة هو قيسها سبب السجا ما كطيحش شنو هو الزكاة الزكاة ولكن دابا هاد الزكاة بقات كتخرج اغلب ديال الناس جمع المال من الحرام الله يرحمه ما كيبغيش يخرج يقول لك انا كلشي عندي حرام عارف معترف هو عنده كلشي حرام وهو ولد حرام وهذوك الناس اللي عندهم الفلوس راه كايخرج لا فلوسه حرام وعاد هو تما ولد حرام ما يخرجش يعني قلت تما دور يجي الحرام هذا جميع الفرق وكيتسالوه ايوا شنو هو بفلوسو معتار بفلوسو حرام ايوا ما دايزالوش ايوا خرج من الناس زكي من الناس تقدر تحلال زكي من الناس عمرها ما تحلال عمرها ما كيحلال لو كانوا كيعرفوا يحلال كيصدقوا يجمع يجمع ويحسن واحد مع سيدنا موسى واسمح لي يا سي احمد واسمح لي راه تحكي الحرام تيتحوج واش هذا صعب هذا حلال هذا الحلال وشو شنو دار به واحد مع سيدنا موسى واحد مزلوط عارف سيدنا موسى كيهضر مع الله لا كنصوروا اسمع والله هذا مزلوط بصح هذه حديث صحيح اصلا مع سيدنا موسى مزلوط عارف سيدنا موسى كيهضر كلام الله كيهضر مع الله قال له مزدر مع الله قل له فلان بالفلان انا مزلوق ربي يغنيني قال له واخا المالية الا وصل الرسالة مساهم دو قال له ربي فلان بالفلان طلبك الغنى قال له سير قل له نغنيه عام واحد ويولي الحالة ديالو الله جاء عنده قال له ربي قال لك غنيك عام وتولي الحالة ديالو قال له تبارك الله بارك عليك قبيلة هو دفق عليه الخير خيرات الذهب ولا غالي شنو دار قال انا ولي مزلوط عامل نعم هذا اش ندير تيدير مثلا الحد كيجي الخرجه ديال الولاد جميل ملي كيجيو الدواوه قال لي دايز الخيرات كيقعد يدفق على الدراوش عطي البشر فين عطي كيقول انا ولي عازق ولي غدبروا لي عطي البنات عطيه كيف التعديل يلعب كامل وعام وفات ثلاث سنين ولا عامين وباقي كيعطي سيدنا موسى تفكر ربي يعطيها عام هو اللي تكلم مع الله قال له فلان ربي قلتها عام وقال له انا اعطيت لعبدي ما يكونش عبدي اكرم مني عبدي كرم العباد ديالي انا ما نقدرش نحيدها جبروا راجل صالح ملي قال لي جبروا كيف الرقاء العباد قال له انا كنت باغي انا تمام عليهم الله يفعلوا ما يريد هذا راه حديث صحيح وصلوا له راه حديث شد صحيح هذا حديث صحيح سو ديال يعني سيدنا موسى هذا معاه بغى يفضل والله هذاك عند سيدنا موسى برا ولي صحابي جات غمه اسمع بصح هذا كامل جات اصحابه جدا 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 وقالوا له اللي قال لك الجن قال جا عنده واحد داعي عنده عبد الحين قال له دابا انت ما نحسك والو امين لك انا ملي كنتسنى فيه عنده خيرك في اليوم في
ويدان ديال الغرب والويدان ديال الغرب قالوا دابا انت عندك كلشي عصاك 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 شنو داروا دا كيصلي ما غدا ما تسلم يا الغلب ابي مرتاح انا قالوا له قدام قدام قالوا انا في الصلاه ما تسلم يد الغلب من هنا شي الله راه ربي كيمتحنك ومن هنا جا نور فيه عاد عاوتاني السيمانه الثانيه ما تسلم يد البقر عاوتاني مشى عندك الداعيه قالوا عاوتاني ما تسلم يد البقر قالوا راه امتحان عند الله وقدام عاك تموت له هذه المرادي وشاد الصالح فهمت تبقى له جوج نجات جوج نجات وانت كيلعب ليها مدة كيدور وحده كيديروا مع 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 كنلعب دابا اللي كتلعبوا معاه باش يجيو راه صلي لهم كلشي شدرك لا 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 علاش قال الناس هو كلاه علاش صاحبي خالد طلع معاه في واحد هذاك هذاك اللي عاود خالد احمد ديال السيد 40 عام وعاصي الله يعني في عمره 40 عام عمره ما عمرك قال له قال واحد فوق منكم راه ما كيصليش هذاك خصو يخرج قال له راه واحد هما اللي خرج ما كيصليش قال لك حاجه عاصي المهم خصو يخرج من بيناتكم هو ما صاحبك حتى يخرج اخور سيدنا موسى خرج عند الناس قالوا ليه اللي في هذه الوصفات يخرج من جراسات التفضاح وفي اللي بات كيرغب ربي وتلقى الله ويطيح الشتاء هو ديك الساعه قال له ربي ما خرج معنا ما خرج بيناتنا حتى واحد والشيطان قال له مع بديت التاب قال له قول يا ربي شكون قال له انا كنت ساتر وعاصيني ونسروا مني تاب الله سبحانه وتعالى قال له انا سرت وعاصيني وميتاب نسد نفضحه قالوا خليه مسوق الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو ما قلتي نعطيتك ولا نسلفتك ما عطات ربي بحالو حتى واحد كذب الله سبحانه وتعالى كيعطي ومكيمنش ربي كيعطي الله سبحانه وتعالى كيعطي الله صلى الله عليه وسلم فهاديك الغزوه ديال الغنائم وكذا كان شي تلاقى واحد شخص يهودي صدق عليه بهذيك الغنائم كامله شبه ذاك اليهودي وصل عند القوم ديالو مسلم كيستاهل ديك الغنائم قالوا له يعطي ولا يخشى البحر يعطي ولا يخشى البحر كيضرب بوضو كيغاو العطاء على الراس ولا يخشى يعطي ولا يخشى عطاه كل جسد قال له هاك دير الغنائم الملك عنده هذا على الثمانين وصل خينا اول جزء ابو يهودي الله يرحمه الله يرحمه رسالة اليوم ما كانش يكون محمد بيناتنا ما كانش يكون الدنيا من اجل محمد خلق الله سيدنا ادم من الخلق جبال تحت الراس تحت العرش محمد صلى الله عليه وسلم ادم شحال من ادم سيدنا محمد